عينيك بتجرح وتداوي، هو انا العليل وانت مداوي. السادس والعشرين من شهر ديسمبر من العام 1974، ذلك اليوم الذي رحل عنا فيه الفنان الجميل فريد الأطرش عن عمر يناهز 57 عاما، حيث ولد الفنان ذو الحس الفني الرائع في العام 1917 بجبل العرب جنوب سوريا، وقد عانى حرمان رؤية والده وكذلك من اضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته من سوريا إلى القاهرة. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. انتقل فريد الأطرش مع والدته هربا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقاما لوطنية والدهم فهد الأطرش. عاش فريد في القاهرة في حجرتين صغيرتين مع والدته وأخويه فؤاد وأسمهان، والتحق بإحدى المدارس الفرنسية مدرسة الخرنفوش، حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت كوسة بدلا من الأطرش، وهذا ما كان يضايق فريد كثيرا. حرصت والدته على بقاء فريد في المدرسة، غير أن زكي باشا أوصى مصطفى رضا بأن يدخله معهد الموسيقى. عزف فريد في المعهد وتم قبوله، فحس وكأنه ولد في تلك اللحظة. اسمك على رسمك صورة من القمر يا أمورة، نورة يا نورة 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 يا نورة. اشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعا، وقد انتجت هذه الافلام في الفترة الممتدة منذ العام 41 وحتى العام 1975. أشهر الأفلام التي قام ببطولتها فريد الأطرش على الإطلاق والذي جنى أرباحا طائلة هو فيلم حبيب العمر. امتلأ تاريخ فريد الأطرش بالأغاني وبمجموعة رائعة من الأعمال الغنائية، أهمها أحبابنا يا عين، الحياة حلوة، زينة، علشان مليش غيرك، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال التي أمتعنا بها الموسيقار الراحل فريد الأطرش. عيش أنت إني متوب عليك. لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، محدش من فكره لغاني مصر جميلة. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، والحقيقة زي ما بنقول لأن مصر وجود شرق أرجنتينا على مر الزمان عدد كبير جدا من نجوم الفن العربي اللي ارتبطنا بيهم، وبالعكس أصبحنا بنردد كل الأغنيات، وهم كمان يعني أخذوا الطابع المصري في فنهم
وفي اغنيتهم من اشهر الفنانين اللي الحقيقه قدم لنا عمل فني متميز كبير جدا سواء في مجال الغناء او في مجال الالحان. ملك العود الفنان الكبير فريد الاطرش اللي امتعنا بعدد كبير جدا من الاعمال الفنيه اللي لغايه النهارده بنستمتع بيها واحنا بنشوفها. ده كان طبيعي جدا من الجمهور المصري اللي ارتبط بيه ان احنا يكون عندنا جمعيه لحفل فريد الاطرش. هذه الجمعيه اللي بتحافظ على تراث هذا الفنان الكبير. مش بس كده، لكن الاعمال الدراميه كمان اللي بتحكي السيره الذاتيه لكبار نجومنا وفنانينا. يعني احنا تابعنا مع حضراتكم مسلسل اسمهان، يمكن كان بيركز بصفه اساسيه على الفنانه الكبيره اسمهان، لكن طبعا لانها شقيقه الفنان فريد الاطرش كان في عبور على المسيره الفنيه لهذا الفنان الكبير. خلونا نعرف اكثر عن جمعيه محبي فريد الاطرش، ونعرف اكثر كمان عن السيره الذاتيه والصعوبات اللي قابلت فريد الاطرش في حياته من خلال احد المشاركين في مسلسل اسمهان، وكان بيجسد دور شقيق اسمهان فؤاد الاطرش. في البدايه اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالاستاذ عادل السيد رئيس جمعيه محبي فريد الاطرش. اهلا بحضرتك. الفنان بقى اللي يعني احنا ارتبطنا بادائه الان بيه بشكل متميز جدا في المسلسل، لكن شويه ادانا انطباع كده ان فؤاد الاطرش كان يعني من العوائق اللي قابلت الفنانه اسمهان والفنان فريد الاطرش كمان في نفس الوقت. الفنان فراس ابراهيم اهلا بحضرتك، منورنا. يا صباح النور. صباح الخير. هو ليه فؤاد الاطرش كان بيعمل كده معاهم؟ هو كان بني ادم طبيعي. اه والحقيقه لانه كان الظرف اصلا اللي كانت فيه اسمهان كان ظرف معقد جدا. صحيح. من عائله كبيره، اميره، اضطرت انها تغني بوقت مبكر، كان في مشكله عائليه، وهو كان عنده نزعه من من الاماره بشكل كبير، فده عمل صراع غير طبيعي، وهو الوحيد اللي مش موهوب في العيله. صحيح. يعني لا هو فريد ولا هو حتى علياء المنذر الام ولا هو اسمهان، فلقى نفسه خارج التركيبه ومسؤول عنهم ومسؤول اخلاقيا امام العائله اللي في سوريا يعني، فعشان كده كان متخبط. صح. لا عارف بيحبهم ولا عارف معاهم ولا عارف هو مدير اعمالهم ولا عارف. صحيح. لا وانت ما شاء الله يعني قمت بالدور تمام، فاديتنا الانطباع جيد جدا. استاذ عادل خليني اقول جمعيه محبي فريد الاطرش، بدايه اديني فكره عن ايه اللي خلاكم في البدايه ان انتم تاسسوا هذه الجمعيه، وايه الخطوات اللي بتقوموا بيها وحريصين عليها من خلال هذه الجمعيه. تمام. ده هقول لك على ظروف انشاء الجمعيه، بس في بس رد بسيط كده على الفنان الجميل اللي منورني النهارده. انا في يوم من الايام بسال الاستاذ فؤاد الاطرش، طبعا كان قبل تصوير المسلسل، يعني ليه كانت المعامله مع فريد بقسوه واسمهان؟ قال لي هما كانوا عايزين اب يحكمهم، ففريد كان بيخليه مدير انتاج لافلامه، كل افلام فريد الاطرش اللي هي من انتاج فريد الاطرش هتلاقي في التتر مدير اداره الانتاج فؤاد الاطرش. واسمهان طبعا كان لازم يبقى فيه اخ كبير، فريد ما كانش فاضي بين الحان وكرمه وشغله، انما فؤاد كان واخد باله طبعا من اسمهان. هو المسلسل هو الاستاذ ما قدم الدور ببراعه جامده، انما كان قاسي شويه عن فؤاد، لان انا من بعد رحيل فريد عشت مع فؤاد الاطرش طول ال 25 سنه اللي عاشوا بعد فريد. يومين كنت مسافر معاه اسكندريه. هو لما كبر هدي الحقيقه. كان كريم يعني زي فريد. هو لما كبر كان حتى فؤاد حتى في المراحل الاخيره. أيوة. في المسلسل بقى بني ادم خلاص استوى. بالزبط. اما في البدايات في عنفوان الشباب كان لسه فانت ما حدش التقى بيه. يعني النزعه الوراثيه كمان اكيد زي الشباب يعني عشان يحكم انه ما كانش عصبي كده. انما عن استاذنا وموسيقارنا الكبير الراحل فريد الاطرش، انا التقيت بيه في سنه 72 مبكرا، يعني كان ما بين الطفوله والشباب 15 16 سنه. في حفله كانت في اسكندريه، واصلا كان في اسكندريه اصدقاء مكونين حاجه اسمها نادي اصدقاء فريد الاطرش في حياه فريد الاطرش. تمام. كانوا بيحضروا حفلاته، كان لما يجي في العرض الاول اليوم الاول للفيلم كانوا يلتقوا بيه ويلتفوا حوله، ويعني حصل صداقه بينه وبينهم.
وحضرت حفلتين في اسكندريه لموسيقار فريد الاطرش، وبعدين وكانوا رايحين يزوروا فريد في البيت، فيعني وعدوني ورحنا وزورنا فريد. شفنا كرم فريد قبل ما تتكلم مع فريد ولا تقابل الاستاذ، السفره، خش على السفره الاول تشوف تتغدى تعشى الواجب يتعمل، وبعدين يلتقي بيك فريد يسالك ظروفك، يعني والدك بيشتغل، كانوا عارفك والدك بيشتغل، هو عايز يكون فكره عن ظروفك المعيشيه ايه، الماديه ايه، يشوف انت محتاج مساعده منه ام لا. وبعد ما نمشي واحنا ماشيين يقول انتوا ماشيين استنوا، كان ليه صديق في دار الهلال رحمه الله عليه اسمه محمود عارف، مصور صحفي، كان يتصل بيه ويقول ايه، يتصل بيه على طول عشان يجي يقول فريد الاطرش، كان يقول ان ازاي الناس هتعرف انكم كنت عند فريد الاطرش، استنوا يجي محمود عارف ياخد صور تذكاريه مع الموسيقار فريد الاطرش وبعدين نمشي، ويسال ظروف كل واحد، مواصلاتك ايه وكان يعني كريم، كريم لابعد الحدود. تمام. في رحيل فريد في سنه 26 ديسمبر سنه 1974، طبعا كانت فاجعه كبرى في تاريخ الفن والموسيقى العربيه. بعدها احنا كمجموعه اصدقاء كونوا في اسكندريه ايضا جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء الموسيقار فريد الاطرش لرعايه مرضى القلب، لان فريد الاطرش كان مريض بالقلب لمده تزيد عن 20 سنه. تمام. من ازمات، ازمه اسمان وقصه حبه مع الملكه ناريمان، وكان في حاجات كتير يعني تسبب لفريد الاطرش، وكان دايما على اعصابه وكده، وتعرض لذبحه صدريه اكتر من مره وازمات قلبيه وكده. فاحنا عملنا الجمعيه اتشهرت في سنه 76، للاسف يعني 3-4 سنين وما استمرتش. انا كنت هنا طبعا، هم من اسكندريه، لكن انا كنت ببقى منسق مع الاعلام في برامج، عملت كتير برامج اعداد لحياة ذكرى فريد. كنا الرئاسي الاعلام طبعا قبل القنوات الفضائيه، كنا طول السنه نشوف فيلمين او ثلاثه الفريق الافلام فريد الاطرش بس. في يعني اظليت اجمع تراث فريد من اغاني وطنيه، من الاغاني التسجيلات النادره، كان بيدالي فؤاد الاطرش في الجلسات الخاصه لما كان يبقى في امراء او اصدقاء عندي فريد في البيت، يقول لي هقدم لهم ايه غير فني، فيمسك العود ويسجل لهم كل اغاني فريد اللي احنا عارفينها، ليها تسجيلات خاصه عندي بالعود بمصاحبه العود فقط. ومن هنا كانت فكره انشاء جمعيه. وبعدين انا عملت اعاده اشهار وتاسيس جمعيه فريد الاطرش من جديد دي في 2009، دي مش اللي هي اللي احنا رئيسها يعني مؤسسه ورئيس الجمعيه، دي في 2009. نشاط الجمعيه كمان احنا مش بس احياء ذكرى فريد الاطرش في ذكراه او في ذكرى رحيله او ميلاده، لا احنا نشاطنا متنوع ومتصل طوال العام. تمام. يعني بنكرم الفنانين اللي شاركوا فريد في افلامه، ده شيء جيد جدا وهو ده الهدف منه. احنا انتجنا مسلسل اسمهان، ليه؟ ايه فكرة ان حضرتك حبيت ان انت تعمل مسلسل يعني بيحكي السيرة الذاتية للفنانة اسمان، وشاركت كمان بدور فؤاد الاطرش فيه؟ كان الهدف ان دي عائلة فنية بتلقي الضوء عليها بشكل جماعي ولا عن اسمان فقط تحديدا؟ شوفي، في فنانين بيبقوا كبار وفنهم عظيم، لكن لا يصلحوا ان يتعمل عنهم سيرة ذاتية. اسمهان تحديدا بنت توفت عمرها 27 سنه، صغيره، عملت في يعني من سن 17، من اول ما بقت 17 سنه ل 27، 10 سنين قلبت الدنيا. صحيح. من علاقات، من زواج، من لعبه مخابرات، من لعبه وطنيه، من تركيبه مع كبار القوم، من احساس انها هي هتموت صغيره فبتسابق الزمن. تمام. عشان يعني كل يوم عندها هو اليوم الاخير في حياتها. فاللي صار انه انت امام دراما عاليه جدا جدا جدا، فمن الطبيعي انك انت تختاري شخصيه مثل اسمهان لتعملي عنها مسلسل، مش لانه عملت 30 اغنيه مثلا عظيمه او هي صوت عظيم. هي لو صوت عظيم افتحي السي دي وجيبي كاسيت واسمعي اسمها، روحي شوفي الفيلمين اللي عملتهم بتشوفي اسمها، لكن لا يمكن تشوفي الدراما اللي في حياه اسمها. صحيح. الا من خلال سيره ذاتيه عميقه مثل اللي عملناها، ولذلك
اخذنا 4-5 سنين في اعداد هذا المسلسل، تجهيز. مش انه والله عملنا مسلسل بيوم وليله يعني. لا الحقيقه كمان حتى الجمهور اتعرف على جوانب الانسانيه في حياه اسمهان، قد ايه هي عانت وقد ايه هي يعني واجهت تحديات كثيره جدا. صحيح. وحتى في اسرتها كان في معاناه يعني بتتمثل في فؤاد الأطرش، يعني المعاناه كانت مصاحبه ليها في كل حاجه. هي شوفي في احيانا الدراما بتيجي من المحيط. صحيح. يعني انا ببقى طيب قوي ولذيذ وكويس وامور مش عارف ايه، لكن اللي حواليا بيخلقوا لي الدراما. اسمهان كانت الدراما منها هي. هي شخصيتها اللي فيها الدراما، عدا عن سفرهم من لبنان الى مصر وان هم تعطروا وان هم كانوا شبه لاجئين وان هم اشتغلوا وعملوا وتعبوا، ده كله ده دراما اضافيه، لكن هي كانت تملك حاله دراما خاصه بيها وتحدي وشخصيه جدليه مثيره. عشان كده لما مثلا حدا بيسالني انه ليه ما عملت فريد، كان بيخوفني طيبه فريد اصلا. انا كنت لسه اقول لك ليه ما حبيتش تظهر، لان علاقتها بفريد كمان يعني حببتنا اكتر في فريد الاطرش. صحيح. لان هو مش بس فنان، لكن محتويها بشكل كبير. هو بالظبط فريد كان بمسلسلنا احد ابطال العمل، يعني طبعًا بمعنى طبعًا ان هم طلعوا مع بعض واشتغلوا مع بعض وكبروا مع بعض، لكن الدراما اللي بحياه فريد كانت دراما خاصة بمحيطه، لكن الدراما الشخصية اللي هو مش شخصية جدلية، هو شخص طيب جدا، والطيب لتعملي عنه مسلسل بتعاني جدا، يعني في معاناة عشان تعملي تركيبة من شخص طيب وكريم ولذيذ زي فريد، فبدك تخلقي له عالم درامي حواليه. صحيح. يعني حروب اللي تحارب فيها مثلا، بالضبط. المشاكل اللي كانت تواجهه، الموسيقيين المطربين جيله، كل ده حواليه، لكن هو كتركيبة درامية شخصية هو تركيبة أحادية الجانب. فمشان هيك أنا خفت أني أعمل فريد، قلت بعمل أسمهان هاي الشخصية الجدلية وتطلع فريد بالشكل اللي هو فيه فريد، لذلك عملنا شخصية رئيسية مهمة طبعا بالمسلسل يعني. صحيح. لكن لو قدر انه ينعمل مسلسل عن بتفكر عن فريد، انا بفكر، لكن مش مجرد تفكير. صحيح. بدي اخلق عالم مختلف عن عالم اسمهان. صحيح. لانه احيانا بيكون اخوه في البيت ما بيشبهوش بعض على الاطلاق، فما بتقدري تعملي مسلسل عن فلان لانه بيشبه فلان، هو ما بيشبه ابدا. لا. اسمهان لا تشبه فريد على الاطلاق باي جزئيه. الحقيقه كانت شخصيه فريده زي ما حضرتك قلت، يعني شخصيه فيها الإصرار، التحدي، التحمل على مواجهة فكرة الزمن، فكرة سباق الزمن. انت عارفة لو واحد تقولي له انت هتموت خلال شهر، هيعمل ايه؟ هيقلب الدنيا في الشهر ده، لانه عارف انه بعد الشهر. هي كل يوم كان بالنسبة لها يوم الاخير في حياتها. طب كنت اقدر ده بقى يعني في المسلسل. لذلك عملنا الحقيقه اشتغلنا كتير. صحيح. على هذا الموضوع. لا انا بتكلم على شخصيه فؤاد الأطرش، يعني كنت متابعه ليها بصراحه، كنت بقول ليه كده تركيبه خاصه ومثيره. انا من اجمل الادوار اللي استمتعت فيها، لانه مش احادي الجانب. هو حضرتك تستمتع بالاداء لانك بتادي دور بحب محتاج امكانيات خاصه عشان يظهر، لكن انا كمشاهده هو في اكثر من مستوى. اول ما شفتك قلت لك ايه؟ ازاي؟ قلت لك كممثل ولا لا؟ طبعا بالعكس، لو ما كنتش جيد وعلى فكره ما كانش حتى هو مع اسمهان ما كانش سيء، كان عنده يعني المعطيات اللي بتحرك ساعات الخوف والقلق. صحيح. والاحساس بالمسؤوليه. صحيح. بيبقى ليه ردود فعل قويه او عنيفه. بس في حد بيبقى هو سيء. صحيح. لكن هو الحقيقه هي ردود افعاله هي اللي كانت سلبيه شويه. يلا بقى. طيب الحقيقه انا لسه قايل له كمان من اقوى المسلسلات اللي اتعملت سيره ذاتيه، يعني مسلسل مازال بيتعرض في احد القنوات الفضائيه، ما تقدريش تمر عليه الا ما تنتهي المسلسل، تتابعه كانك بتشوفه لاول مره. اتعمل باتقان وصدق شديد قوي، وممثلين اللي فيه كمان اجادوا في ادوارهم، وهو القى الضوء على الشخصيات. يعني اذا كان هو بيحكي السيره الذاتيه للفنانه الجميله اسمهان، لكن قربنا اكتر من فريد الاطرش، عرفنا وبعدين مرحله مهمه بتاريخ طبعاً الوطن العربي. طبعا انت ابتديتي من ولادتك سياسه وفن وكل حاجه، ابتديتي من 2017 ورحتي ل
للفرنسيين وللانجليز وللالمان ولاحتلال سوريا ولمصر ولكل الفنانين اللي عاصروهم من محمد عبد الوهاب لعندك لفنانين كبار لتحية كاريوكا لا 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 الى اخره. فانت مش انه والله مريتي بس على هي الشخصيات مع القصبجي وعلى احمد وعلى داوود حسني الحقيقه كان مسلسل ثري جدا، واكيد الجمعيه عندها التراث الكبير بقى. ازاي بتنتقوا يعني الشخصيات اللي بتشارك في احياء تراث فريد الاطرش وانضمامهم للجمعيه، خصوصا ان احنا الفقره اللي جايه نستمتع بعدد كبير من اغنيات هم اعضاء الجمعيه اللي هيبقوا في الفقره الثانيه اصوات حلوه، لان هي جمعيه محبي المستشار فريد الاطرش لرعايه المواهب الفنيه. تمام. ده الاسم الرسمي اللي اتشهرت بيه الجمعيه. تمام. احنا بنقيم دايما امسيات وندوات ثقافيه، ومنها بنستمع للهواة الاصوات اللي محتاجه دعم من الجمعيه وتقف معاها. بنعمل حفلات في الاماكن العامه غير قصر الامير فاز، يعني بالتعاون مع صندوق التنميه الثقافيه. في احنا عاملين برضو يعني الجمعيه اسست فرقه اسمها فرقه الفن الاصيل لاحياء تراث المستشار فريد الاطرش. قريب كنا عاملين حفله في قصر الامير فاز، كانت يوم 24 ديسمبر، وبعدين اثناء ازاحه الستار عن تمثال فريد الاطرش في الاوبرا، وكان موجود السيد حلمي نمنم وزير الثقافه. طلبت ان يعني دور الجمعيه، لان الجمعيه كانت ليها دور كبير قوي في عمل تمثال المستشار فريد الاطرش. وبالمناسبه بشكر المثال محمد ثابت اللي قام بعمل التمثال. انما قلت كان سياده الوزير قاعد وفيصل اطرش، قلت المطالب ما انتهتش، احنا لسه عايزين مسلسل عن فريد الاطرش، وده مطلب جماهيري ولازم يعني حتما استاذ فراس بقى يتولى الموضوع دوت، وان شاء الله على كلام فيصل اطرش ان هو كتبه من وجهه نظره. قلت له يا ريت ما نغفلش بعض المواقف المهمه، لان في فريد ليه مواقف وطنيه في لخدمه الحركه الوطنيه في مصر، في تبرعات للمجهود الحربي، في تسليح الجيش، عمل حفلات. التفاصيل بقى اللي بتهمنا احنا كمشاهدين وكمواطنين بنحبه. بالظبط. احنا يعني هنضطر نختم اللقاء علشان فقره الاغنيات الخاصه بالموسيقار والفنان الكبير فريد الاطرش. بنحيي مجهوداتكم في الجمعيه، هنستنى دور فريد الاطرش ان شاء الله عشان نشوفك بشكل طيب بقى. كفايه المره اللي فاتت. كل جماهير متعطشه لمسلسل فريد الاطرش، مستنيين. نورتنا استاذ عادل، الف شكر لحضرتك الفنان الجميل. ومصر دايما هتبقى جميله بالفن ان شاء الله. مزيد من الاعمال والتالق بقى، سواء من ناحيه التمثيل او الانتاج باذن الله. الف شكر لحضراتكم. بعد الفاصل هنلتقي بمجموعه جميله جدا من الاصوات والاغنيات للفنان ملك العود فريد الاطرش.